نظري وبين التطبيق. يعني من الممكن ان واحد يقعد يقول لي يصلي واعمل وبتاع وانا عند وقت الصلاه لا اجده يصلي، لن اصلي انا، لانه لم يكن قدوه. نعم. ولم ينفذ الجانب النظري، لم يحوله الى جانب تطبيق. شوف القران الكريم، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه وانقصه قليلا، في دقيقه ربنا يامره بان يقوم من الليل جزءا معينا هو ومن امن معه. ويظل الرسول يقوم يطبق سنة كاملة حتى تورمت منه الأقدام، وبعد ذلك ينزل بقى التخفيف. نعم. لأن الذي يقوم الليل كله أو بعضه هل يمكن أن يصبح غدا جنديا في ساحات القتال وأن يدافع عن الوطن؟ صعب طبعا. صعب. هل يستطيع أن يسعى على أولادي ولا على من يعول؟ هل يستطيع أن يذهب إلى الكلية من أجل أن يحصل العلم أو إلى المدرسة؟ هل يستطيع أن يعني يحرث أرضه؟ هل يستطيع أن يذهب إلى مصنعه؟ أبدا. شوف الواقع، الإسلام دين الحياة، دين الواقع. إن ربك يعلم أنك تقوم أن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، مرة الليل يكون طويل والنهار يكون إيه قصير. علم أن لن تحصوه لن تستطيعوا، فتاب عليكم خفف عنكم وعفى عنكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، بيصحى من النوم يؤدي الصلاة ويفطر وبعد ذلك يذهب إلى حقله إلى مصنعه إلى تجارته إلى كذا إلى كذا. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا دلالة على وسطية الإسلام وعلى واقعية الإسلام وعلى أن الإسلام لا بد أن ننطلق من التنظير أو من النظر إلى التطبيق اللي هو جانب العمل الذي نتحدث عنه الآن. وقدوتنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمل كما نعلم جميعا راعيا للغنم. وقضية راعي الغنم دي لو فهمها الناس لعلموا أنها تعلم أقصى أنواع الصبر، ولأن الله يعده صلى الله عليه وسلم يعده ليكون خاتم للأنبياء وسيد المرسلين، فلا بد أن يتحلى بالصبر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان راعي الغنم تقريبا كل الأنبياء، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. نعم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة، ثم اشتغل بعد ذلك بالتجارة. نعم. وكان صادقا وكان أمينا، وكان ذلك سببا في أن يزوج من أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. يبقى كان يعمل، وكل نبي من الأنبياء كانت له حرفة، إما أن يكون نجارا وإما أن يكون حدادا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. ولذلك حتى سيدنا أبو بكر لما بويع بالخلافة وكان يحلب أعنس لبعض نساء أهل المدينة، فلا يحشي خطر يحلب، قالوا لا بقى ده يعني تأخذ ما يكفيك أنت وأسرتك من بيت المال وسيب بقى وتفرغ لقضايا الإيه؟ لقضايا الأمة. نعم. ليه؟ لأنه يعلم بأنه وكما تعلمنا وكان بينكتب يكتب في ظهر الكراسات بتاعتنا زمان، العمل شرف، العمل حق، العمل واجب، العمل حياة. نعم. طب بما أنه فضلتك يعني أثرت قضية العمل، وهي أعتقد أنها قضية ذات شجون. نعم. على الأقل في وقتنا الحاضر والمعاصر. نعم. غالبيات أو بعض الدول الإسلامية تعاني من مشكلة البطالة. نعم. يعني تجد جيوش جرارة من الشباب أو الباحثين عن عمل ولكنهم لا يجدون فرصة عمل. يعني المشكلة ليست في الإنسان هنا، المشكلة في المشكلة ثقافة سعادتك. نعم. لعلك تتفق معي في ثقافة هذا الإنسان. نعم. يعني إحنا زمان هنا وفي مصرنا بالذات وفي معظم البلد العربية بأن من حصل على شهادة لا بد أن يعمل موظفا وأن يعمل مديرا وأن تتكفل الدولة له مش عارفين بعمل وما إلى ذلك. هذه المفاهيم مفاهيم ثقافية خاطئة. يعني من المفترض الآن بأن أنا لو حصلت على شهادة واستطعت بعد ذلك أن أجد عملا مناسبا لي علي أن أعمل، لم أجد هذا العمل المناسب علي أن أضرب في الأرض في أي لون من ألوان العمل. ربما دكتور الصورة تغيرت، يعني البطالة ربما أجبرت الكثيرين على تغيير هذه المفاهيم في زمننا الحالي، ولكن وهم رغم ذلك لا يجدون فرصة. وهو يريد أن يعمل. وهنا تأتي المسؤولية، مسؤولية من؟ مسؤولية الدولة الدول أو الحكومات، ومسؤولية أيضا رجال الأعمال. ويعني ومن الفأل الحسن أنني أجد في هذه الأونة قبل أن أتيك وربما حضرتك اطلعت بكل تأكيد عن أن هناك مجالات كثيرة جدا للعمل، وأن دولتنا على الرغم ما هي فيه إنما تدعو الشباب إلى أن يتقدموا كله في مجال تخصصه من أجل أن يعمل في كذا وأن يعمل في كذا وأن يعمل في كذا،
وطبعا البطالة كما نعلم قنبلة موقوتة. نعم. لو شغل الشباب كل في مجال عمله من أجل أن يكون نفسه وأن يكون أسرا بعد ذلك وأن تكون له حياة مستقرة ما وجدنا يعني هذه الأمور التي يعني تئن منها الدولة دولتنا والدول الأخرى في هذه الآونة. عظيم. يبقى رقم ثلاثة العمل. يبقى إيمان علم عمل. أربعة الإخلاص. نعم. والإخلاص ديت قضية خطيرة. الإخلاص كما قال ربنا سر من أسراري أودعه قلب من أحببت من عبادي. وربنا بيقول في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ابحث في حياتك أخي الأستاذ أحمد والإخوة المشاهدين الكرام عن إنسان واحد مخلص لك ربما لا تجد. ولذلك أنا دائما أتحدث إلى الشباب وأقول الشاب يقول هذا صديقي هذا زميلي. وربما وإحنا الآن في ثقافة بتقول إيه بين الشباب أن الشاب قد يؤثر صديقه على أخيه من الصلب وأن الشاب قد يؤثر أصدقائه على أبيه وعلى أمه بمعنى أنه هو يقضي مصلحته مع يعني أصدقائي. وطبعا دي كلها برضو ثقافات ومفاهيم إيه خاطئة. الإخلاص سر من أسرار الله تبارك وتعالى يودعه الله تبارك وتعالى قلب من أحب من عباده. ولذلك وأنا أعمل أي عمل ما دام العمل شريفا يبقى لا بد أن أكون مخلصا في هذا الإيه في هذا العمل. لا أنا أتمنى على حضرتك بس تحدد ماهية الإخلاص على الأقل بالنسبة للمشاهدين. الإخلاص ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني اللي احنا قلناها قبل كده اللي هو يساوي التقوى أن تراقب الله تبارك وتعالى في كل ما تأتي وفي كل ما تدع. نعم. ألا لله الدين الخالص. فالدين لا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى بمعنى ألا أشرك أحدا مع ربي في عبادته وألا أقصد بعملي إلا وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في حديث طويل ألخصه في يمكن دقيقة بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الذين لم يتحلوا بقيمة الإخلاص. يقول لك رجل قرأ القرآن وعلم العلم يؤتى به يوم القيامة. حديث طويل وورد في أول كتاب الترغيب والتهذيب للإمام المنذري. نعم. يقول فيه الكتاب مشهور عند كل الناس يقول فيه أو قرأ القرآن وعلم العلم تعال قف أمام الله يوم عز وجل يوم القيامة. قرأت القرآن؟ نعم. قرأت القرآن لماذا؟ قرأت القرآن فيك يعني من أجلك يا رب. فيقول له كذبت والملائكة تقول له كذبت بل تعلمت قرأت القرآن ليقال عنك إنك قارئ وقد قيل. تعلمت العلم؟ نعم. ماذا عملت في هذا العلم؟ علمت الناس فيك من أجلك مخلصا لك. الملائكة تقول كذبت وربنا يقول كذبت بل تعلمت العلم ليقال عنك إنك عالم وقد قيل. نعم. يسحبوه يعني إلى النار والعياذ بالله. قد تبع حضرتك رجل آخر جاهد قاتل تعالى فيما قاتلت؟ قاتلت فيك يا ربنا. أنا ألخص معاني الحديث. قاتلت فيك يا ربنا. الملائكة كذبت وربنا يقول لو كذبت بل قاتلت ليقال عنك إنك جريء مقدام وقد قيل. يسحب إلى جهنم. ورجل تصدق وبنى مساجد ومستشفيات وعبد طرق تعالى أعطيتك نعمة المال ماذا فعلت؟ ما وجدت من سبيل أنفقه من أجلك إلا أنفقت فيه. كذبت. وتقول الملائكة كذبت بل فعلت ذلك ليقال عنك إنك جواد إنك كريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أي تتقد بهم النار يوم الإيه؟ القيامة. ليه؟ لأنهم عملوا أعمالا حسبوها يعني في ميزان حسناتهم إلا أنهم لم يكونوا مخلصين فيها بمعنى أنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى يعني ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم ذلك لأنه هو وحده الذي يطلع على هذه الأمور. وكأن الأسس الثلاثة الأخيرة تدور أيضا في فلك الأساس الأول وهو مسألة العقيدة. السؤال الذي نختم به في عجالة لو تكرمت دكتور محمد بقي أساس اللي هو الصبر. الصبر يبقى ده أنا هحبب السؤال الأخير. نعم اتفضل. اللي هو الايه الصبر سريعا رقم خمسة الصبر. والصبر هو معناه ايه؟ حبس النفس على ما تكره. نعم. والصبر ثلاث انواع: صبر على طاعة الله، صبر على المصائب، صبر عن معصية الله تبارك وتعالى. نعم. والصابرون بالذات ربنا قال لهم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. نعم. ولقد قال القائل ونختم. نعم. سأصبر
حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على شيء أمر من الصبر. ربنا يجعلنا إن شاء الله من الصابرين. ولكن أيضا ختاما وفي كلمات معدودة، بنظرتك لحال الأمة مع هذه الأسس التي يعني وفيتها شرحا، هل ترى من بارقة أمل في نهوض الأمة من جديد؟ ده بكل تأكيد. نعم بكل تأكيد. يعني أنا متفائل جدا من خلال هذه المنطلقات في أن الأمة، أقول إذا ما كانت مريضة مرضا عضالا، وأن أمورها قد وصلت إلى درجة حالكة السواد، فكلما اشتد الظلام لابد وأن ينبثق الفجر، والفجر سينبثق بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا التمحيص الذي قال عنه ربنا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك. شكر الله لك وبارك فيك. مشاهدينا، بهذا ننهي حلقة هذا الأسبوع، والأسبوع القادم بإذن الله يتجدد اللقاء وموضوع جديد نناقشه معكم في فقه الحياة. إلى اللقاء.